السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم جبت لكم حلوى اقتصادية، حلوى بحبة بيض وتعطينا كمية كبيرة. عملت لها شكل جديد هكذا باش يحبوها أولادنا وتصلح لكل يوم. هاد الحلوى نمشي نشوفوا مع بعض مقادير وطريقة تحضير هاد الحلوى الاقتصادية اللي نعملوها بحبة تاع البيض. ما تنساوش لايك لا فيديو، كذلك تبارطاجيو لا فيديو، واللي أول مرة تدخل قناتي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناة. فرجة ممتعة. باش نحضروا هذا الكاطو، هذا كاط حلوى اقتصاديه تعطينا كميه كبيره، نحتاج هنا كاس تاع السكر. انا الكاس هنا اللي رفدت به الكاس تاع 200 مليلتر. هذا الكاس عندي هنا اللي يحبوا بالغرام، نمد بالكاس، نعاود نمد بالغرام. كاس تاع السكر كما راكم تشوفوا ماشي معمر. كاس تاع الزيت كذلك يخصو 3 اصابع. بو تاع الياغورت، علبه تاع الياغورت بذوق الفانيلا. هنا تقدروا تعملوا حتى الطبيعي. زوج معالق كبار تاع الزبده تكون عبرهم امامكم. بيضة واحدة، ملعقة كبيرة تاع الكاكاو. هنا اختاريت زوج ألوان تاع الكاكاو، الفاتح والغامق. رشة ملح، ملعقة صغيرة تاع الفانيلا طبعا، وكيس من الخمارة الكيميائية والدقيق. هنا نعاود نمد لكم العبر تاع السكر. هنا هذا الكاس يوزن 200 مليلتر، أنا هنا عملت 160 غرام. وبالنسبة للزيت 140 مليلتر. هذه هي، والآخرين قاعد نعبرهم أمامكم. نبداو نعملو داك السكر، نزيد عليه رشة الملح، نزيد عليه زوج معالق تاع الزبدة، نعبرهم أمامكم. والبو تاع الياغورت ونخلط. هنا هاد الزبدة سألوني بزاف الأخوات على الزبدة، الزبدة اللي نستعملها أنا أي زبدة نصيبها نستعملها، نستعمل لابيل سول كيما هادي جديدة، راهم يقولك مارغارين بذوق الزبدة وسون كوليسترول. فلوريال اللي نصيبها نستعملها. الزبدة تاع البكري غالية بزاف، منجموش نعملوها للحلويات، هادوك كانوا بكري يعملوها. شوفوا زوج معالق كي عمرتهم باش هكذا تعرفوا مع معالق كبار مملوئين. نزيد ديك العلبه تاع الياغورت ونبدا نخلط. داري نخلط هكذا الياغورت مع الزبده مع رشه الملح كيما في العاده. نخدموا الزبده مع السكر. هنا اضافه زدنا الياغورت، يجي هاد الكاطو مليح ويجي طري ومناسب لكل يوم. الان نزيد العناصر الباقيه، نزيد لافاني، نزيد الزيت، معلقه صلاة على لافاني. تقدروا تستعملوا كيس تاع سكر فانيلا. نزيد البيضه ونزيد الزيت ونخلط. تقدروا تستعملوا ثاني كاس سائله. خلطنا عمدا نضيف في الفرينة مع الكيس خمارة كيميائية. نبدا نضيف في الفرينة مع داك الكيس تاع الخمارة الكيميائية ونجمع العجينة. منخليها ما نعملهاش قاصحة بزاف. نشرع لنا الكاكاو، نقسم العجينة ونباش نزيد الكاكاو. كي نشوفها شوية تماسكت نقسم. شوفوا لاباط العجينة نعملوها على هاد الشكل هكذا. نقسم الان في ليبول باش نزيد كل وحده اللون تاع الكاكاو، وحده نخليها بيضة باش نعملوا الاشكال اللي احنا حابينها. هادي نزيد نضيف لها الفرينه، والاخرين دوك نضيف لهم الكاكاو، ولا شتناهم تخصهم حتى الفرينه نزيدو لهم حتى الفرينه. المهم نحصلوا على اللون اللي احنا حابين. الان هاو غربلت حتى الكاكاو، كل وحده عملت لها، وحده عملت لها الغامق، وحده عملت لها الفاتح. راني حابه ثلاث الوان. تقدروا تستعملوا ملونات بصح انا حبيت نعمل غير الكاكاو. وهادو هما ثلاث الوان اللي تحصلت عليهم، لون فاتح، لون غامق الكاكاو، ولون تاع فاني ابيض. نعملهم بلاستيك اليمونتير ونخليهم يريحوا نص ساعه في الثلاجه ونوليو نشكلوهم. بعد ما تركت العجينة ارتاحت في الثلاجة نص ساعة، الآن نرفدو العجين ثلاثة أبيض، وهذاك اللي بني فاتح والآخر اللي بني غامق. نوريكم كيفاش نخدمو. طبعا نخدمو على طابي ولا بلاستيك ولا ورق الطبخ. هاد العملية تنجمو تمدوها الأطفال، ولادكم اللي عندكم أطفال صغار يعاونوكم فيها هكذا حتى تفرحوهم. ونبدأ نرمي هكذا
نعمل عشوائيا، نرمي قطع ما توزنوهم والو، عشوائيا صغيره كبيره معليش. علاش قلت لكم بدوها الاطفال تاعكم يعملوها يخدموها؟ نعود هكذا نرميو الفونسي الفاء الغامق والفاتح بنفس الطريقه. نعملو على هذا الشكل، نرد عليه بابي كويسون ونضغطو ونوطفو. هنا ما تضغطوش بزاف، رحنا ماشي نخدمو بهذاك الطابع تاع على هذا الشكل. ونقطعو نقطعو، راني ماشي نستعمل هذا، نحيه في الفرينه، نحط هذا نحيه في الفرينه للقالب ملتاي ونخدم. اي مول يكون عندكم، انا نوري لكم الطريقه، نتوما اي مول عندكم. نتحصلوا على هذه الحلوه، شوفوا كيفاش تجي. نكمل بنفس الطريقه كما تقدروا تخدموها بهذا القالب بنفس الشيء، تحيوه في الفرينه وتطبعوا به. هادو حلويات يجيو خفاف للاطفال، تقدروا تمدوهم حتى في اللمجه. هنا فقط ملاحظه نمدها لكم على هذا القالب، سنا نقطع هذه ونوري لكم الملاحظه. هنا كي تجيو تخدموا به نحيو له هذا اللي كنا هنا نبلع به، باش يعطيو لكم يعطيكم هذاك السمك، يعطيكم السمك. الا خليتوه به يعطي ما يعطيكمش السمك، يعطيكم واحد رقيق. الا كنتو ماشي تخدموا ديصابلي ولا معليش، بصح الا كنتو ماشي تخدموا هكذا حلوه ما تلصقوش مع بعضها بعض، من الاحسن تنزعوا هذاك الفوقاني. شوفوا هاد الباقيه تاع العجين اللي تبقى لنا بعيده، نحطوهم في هذا الثقوب، نسيو ما نخلطوش. نعاود هكذا نبلعوا الثقوب ونستعملوا نفس العمليه اللي استعملناها في الاول، نغطيو بالورق ولا بالبلاستيك ولا اللي تكونوا تخدموا عليه ونورقوا هكذا. نسيو تعمروا هذوك الثقوب باش هكذا ما نضيعوش العجين ما يتخلطناش في الاخير كاع كامل، كيبقى لنا غير ديك القليل ولا تخلط معليش. هكذا بنفس الطريقه، بنفس الطريقه كيما هكذا وريت لكم نورق. ما تعملوش رقيق بزاف باش ما حناش ماشيين نلصقوا، ونطبعوا بنفس الطريقه. دائما هذا المول في الفرينه ونقطع اشكال هنا المول اللي يكون عندكم. شكل يجي جميل يحبوه الاطفال، اكيد راه ماشي الاطفال يحبوه. ونبقى هكذا مع العجينه حتى دائما حتى نكملها حتى الاخر، من الاحسن ما نخلطوش العجين كما ذكرت لكم ما نخلطوش. نبقاو هكذا هكذا حتى نكملوا هذا الرخامي للحلوه الرخاميه. وعلى ملاحظه هنا تمدلنا كميه كبيره هذه الحلوه، شوفوا ما نخلطهاش كاع، نبقى غير هكذا حتى نكمل كاع الكميه تاع العجين. حبيت نوري لكم كل التفاصيل، يجي شباب بزاف. من بعد لا خلطته ولا عاود كيعاود تعملت واحد اخرى زيدوها معاه، ما تضيعوش. شوفوا قاعد لك حل بوحدو والابيض بوحدو. وهذه هي الحلوه تاعنا بعد ما خرجتها من الفرن، شوفوا تعطينا كميه كبيره حوالي 80 حبه. شوفوا كل وحده وكيفاش يجي اللون تحادو مع التالي، جا فيهم الابيض بزاف كما راكم تشوفوا. عملت شكلين هنا، راني ماشي نعمر بهذيك سوبر كريم. هنا تحبوا تعملوا معجون، تحبوا الحاجه اللي تقدوا تعملوها عملوها اللي تكون عندكم متواجده. عملت هذه سوبر كريم بالفراوله، هذه هي سوبر كريم. تقدروا تعملوا مربى كيما تجمو تعملوا الشوكولا، ملي اللي يكون عندكم متواجد قلت في البيت تعملوه. كيما تقدروا تستعملوا هذه الكراميل طوفيا راه متواجده. سالوني بزاف الاخوات على الثمن تاعها، نشريها ب 200 دينار للعلبه. شو كذلك يجي الشكل تاعها شباب بزاف. هذا انا مديت لكم انا زوج اقتراحات، وانتم اللي تفضلوا تعملوها عملوه. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا تاع اليوم اللي عملناها للاطفال، يقدروا يعبيوها معهم حتى كلمجة. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، ما تنساوش تخليوا لي التعليقات لجربتوها. نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.